صباحك. عندنا أخبار كتير وموضوعات كتير عايزين نتناقش ونكمل مناقشة فيها مع حضراتكم. خليني أبدأها مع حضراتكم من الجولات الميدانية اللي بيقوم بيها رئيس الوزراء للوزارات المختلفة للتقييم والوقوف على حجم الأداء والإنجاز. ده بيجي في الوقت اللي بيتقال فيه كلام كتير حوالين تعديل وزاري مرتقب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رفع شعار التقييم قبل التعديل، وده وفقا لمصادر حكومية قالت إن المعيار لتغيير أي وزير هيكون تقييمه ذاتيا وتقييم أدائه من خلال جولات لرئيس الوزراء لمقار الوزارات، واللي هتبدأ بعد غدا بوزارة التربية والتعليم، وهيسبق الجولة دي زيارتين لوزارتي التخطيط وكمان وزارة النقل. والتقييمات اللي بيقوم بيها شريف إسماعيل مش هي الأولى من نوعها، وسبقها قبل كده تقييمات أخرى كان أجراها قبل حوالي 6 شهور، والمصادر كمان إن في اتجاه لتغيير حكومي شامل خلال الربع الأول من شهر فبراير المقبل، وبعد اتخاذ قرارات مهمة. قرارات دي بتتعلق بالمرحلة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. كل التكهنات بتقول إن في تعديل وزاري مرتقب. احنا اتكلمنا مع حضراتكم الأسبوع اللي فات في هذا الموضوع، وبنتكرر كلامنا فيه مرة تانية لأنه موضوع في غاية الأهمية في هذه الفترة. واضح من كلام رئيس الوزراء، واضح من كل هذه التغييرات إن احنا في مرحلة حرجة جدا جدا ومحتاجين فيها التعديل، ولكن التعديل يتم وفق آلية. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معنا الأستاذ عيسى مرشد مدير تحرير الأخبار والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ عيسى صباح الخير. صباح النور عليك، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أهلا بالسادة المستمعين والمشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك معنا. إحنا بنتكلم وتكلمنا قبل كده مع حضرتك في هذا الموضوع في نفس السياق، موضوع التعديل أو التغيير الوزاري اللي هيحصل. إيه الآلية اللي هيتم على أساسها هذا التعديل؟ تفضل. دعينا نتفق أن المنهج اللي بيتبعه المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة بالنسبة لخطط وبرامج الوزارات منهج يقوم أولا على التقييم والنجاح في تنفيذ المهام الخاصة بكل حقيبة وزارية على حدة. رئيس الوزراء بيعتمد على التواصل الدائم ما بين الحكومة وبين المواطنين وبين مؤسسات المجتمع المدني، بما يؤكد أن هذه الحكومة تعمل لصالح الشعب. رئيس الوزراء عندما سئل قال التقييم يجري أولا كل حقيبة وزارية على حدة، لكل وزارة على حدة، ثم لكل محافظ على حدة، بهدف تحقيق الصالح العام قبل أي شيء وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي اللي كلف بها الحكومة في إطار منظومة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتكامل، والذي يضع أولوية المواطن البسيط في صدر وفي مقدمة اهتمامات الحكومة. رئيس الوزراء لما بيقوم بالجولات الميدانية دي هو بيستهدف اللقاء مع أعضاء كل وزارة، القيادات بتاع كل وزارة بجانب الوزير، يتم عرض المنجزات، يتم تقييم الأداء، بحث المعوقات، الجهود اللي بتبذل، المسيرة ماشية ازاي داخل كل وزارة. رئيس الوزراء بدأ أول زيارة ميدانية دي كانت لوزارة الصحة يوم الأحد، والتقى خلال 3 ساعات مع الوزير وأعضاء الوزارة إن هم المجموعة التي تعكف على تنفيذ توجيهات وبرنامج الحكومة في إطار خطاب التكليف بتاع الرئيس السيسي لرئيس الوزراء. أنا بأرى ما قام به أمس وأول أمس هو جهد متكامل عشان حل المشاكل على الواقع وعلى أرض الطبيعة. اللقاء كان أمس هو كان مع في وزارة التخطيط ووزارة النقل، كان لقاء موسع وكبير جدا، استغرق أكثر من 8 ساعات، 4 ساعات في كل وزارة، وتم عرض التقييم المتكامل للعمل، وده بيستهدف ما هي الخطوات التي يتم تنفيذها عشان تحقيق برنامج الحكومة اللي أقره مجلس النواب. أنا بأرى الجهود التي تبذل هي جهود تسابق الزمن من أجل تلبية متطلبات المواطنين، وهنقول إن موضوع أسعار الدواء ده كان ليه أهمية كبيرة جدا
في اول لقاء اول زياره لرئيس الوزراء ضمن جولاته الميدانيه، وتم تشكيل لجنه من الساده الاطباء والصيادله المتميزين اللي بيشعروا وبيحسوا بحاجه المواطن الى الدواء. واكد رئيس الوزراء ان منظومه الدواء تضع في مقدمتها ضروره توفير الدواء للمواطن المصري بدون اي اعباء جديده، ولكن هناك الادويه التي ليس لها مثيل ويتم التعامل من خلال الشركات العالميه والشركات متعدده الاستيلاء، هو دور مهم جدا في هذه المرحله عشان تلبيه المتطلبات. طيب. ما تم عرضه في اللقاء الخاص في وزاره التخطيط اوضح الاستثمارات والخطط المختلفه اللي تم تنفيذها، وانا بارى ان معدلات التنفيذ هي معدلات يعني تقترب من المستوى العالمي، ولكن هناك مطلب اخر هو دعم جهود التواصل مع المواطنين وحل المشاكل اول باول، لان الاستثمارات لن تؤتي ثمارها الا بانشاء المشروعات وافتتاحها ودخولها الخدمه، حتى يشعر المواطن ان هذه الحكومه تعمل من اجله ومن صالحه. طيب استاذ عيسى، هل في تكهنات او اقاويل عن حقائب بعينها هيتم تعديلها بشكل واضح او بشكل معين؟ والله انا من ضمن ما يتردد في من خلال التقسيم، انا بارى ان هناك من 7 إلى 10 حقائب ممكن يتغيروا، وهذه الحقائب معظمها حقائب خدميه، وهي يعني في مقدمتها أهمية ضرورة حل المشاكل اللي بيعاني منها المواطن. المنظومات المختلفة في عمليات التقييم ستسفر في نهاية الشهر عن الترمومتر هيقف عند فين وهيتحرك فين، والوزارة اللي بتشتغل والتكامل ما بين أعضاء كل وزارة على حدة، ومنظومة العمل الوزاري والتعاون بعيدا عن أي رؤى شخصية. هناك شفافية ووضوح في التقييم للمحافظين والساده الوزراء، وده دور مهم جدا سيعكف عليه رئيس الوزراء، وسيتم عرض الامر على الرئيس السيسي لاتخاذ القرارات الخاصه بعمليات التعديل في ضوء ما ستسفر عنه عمليه التقييم. طيب المفروض ان احنا برضو محتاجين تغيير، او المصادر بتقول ان محتاجين تغيير عشان الناس تقدر تتواكب مع المرحلة الاقتصادية وتنفذ برامج الاصلاح الاقتصادي اللي المفروض الدولة بتقوم بيها هذه الفترة. معنى كده ان المجموعة الاقتصادية هل هيكون في عندنا تعديلات او تغييرات فيها؟ هيبقى فيها تعديل او تعديلين وثمانية في الوزارات الخدمية. صحيح. بشكرك أستاذ عيسى مرشد، مدير تحليل الأخبار ومتخصص في شؤون مجلس الوزراء.